انا فعلا في الطياره، معلش صوتي واضح ولا لا؟ لا واضح واضح. ببارك طبعا بكل، طيب انا يعني ببارك بكل الرياضيين والمصريين، وطبعا كل الدعم للرياضه المصريه خدته وبتاخده من القياده السياسيه. ان شاء الله بالتخطيط الجاي يحقق حاجات كتيره جدا. الاولمبياد ده حدث كبير طبعا، دايما في التخطيط للرياضه بيكون في حدثين كبار جدا، ودول اكبر قمتين يعني الحدث الرياضي الاهم، الاولمبياد يعني الرياضه دايما بتبص لهم، الاولمبياد وكاس العالم لكره القدم، دول اكبر قمتين يعني دايما بيتم التخطيط عليهم كل 4 سنين، بالاضافه الى البطولات العالم لكل اتحاد وكل رياضه. شايف حضرتك ان احنا فيها ظروف خاصه جدا، اللي احنا حققناه لغايه دلوقتي مرضي ولا متوقعين نحقق افضل، او كان كمان نسبه اللاعبين المشاركين يحققوا اكتر من كده؟ بص احنا بدانا يعني فعلي العمل يناير 2019، يناير 2019 يعني بدايه يعني الملف وان احنا نشتغل فيه. لطوكيو 2020 كان المفروض تكون في اغسطس 2020، يعني سنه وثمان شهور. الحقيقه خططنا الموضوع ده كويس جدا بقدر المستطاع بقدر الوقت اللي موجود، لان تخطيط الاربع سنين او الاولمبياد لا يقل عن 8 سنين، فترتين يعني. في الحقيقه مد كمان سنه، والسنه 2021 كان في جزء منها كمان لكورونا توقف. طبعا في الحقيقه يعني طبعا كان في لجنه علميه في الوزاره تابعت الاتحادات الرياضيه، تابعت اللجنه الاولمبيه. التوقع في يمكن قلناه ان احنا هننافس، انا بالنسبه ليا تخطيطيا هيبقى يتم المنافسه في التايكوندو، في طبعا احنا رفع الاثقال من 2016 كان في المشاكل اللي كانت موجوده اللي ظهرت في 2018، فخلاص استبعدناها يعني حقيقه. لكن التنافس الكاراتيه وده اول مره يدخل، ان شاء الله يكون في تنافس كويس جدا. المصارعه هيكون في تنافس واللي هيبداوا ان شاء الله من 1/8 ربنا يكرمهم ان شاء الله. التايكوندو ده متكلم على الالعاب الفرديه مفهوم. التايكوندو طبعا احتمال يكون في الفروسيه، هيكون في منافسه. السلاح الحقيقه يعني كان موضوع في جيل جديد بنطلعه، وبطولات العالم تم التخطيط ليها بامكانيات كبيره. التنافس فيها وبشده يعني. دول الاربع لعبات اللي هو حضرتك اتكلمت عن التحضير اللي بدا في 2019، بعد ما البعثه دي بترجع بعد بقى ما البعثه بترجع ويتم التقييم لاهم مناسبه جايه على المستوى الرياضي اللي هتبقى الاولمبياد اللي بعد كده، وخصوصا انه هيتلعب بعد 3 سنين ان شاء الله يعني مش 4. احنا عندنا شيء هنغيره، شايف ان في تقييم معين محتاج تعمله تغير بيه، هتصرف هتمول؟ لا عاملين بص عاملين ده مش لسه نعمله، احنا عاملين التخطيط بتاعنا 2024 2028، وفي مشروعات قوميه بتخدم ده لبعد 2028، و 2024 اصبحت بعد 3 سنين، وفي جيل بالاسم هيتحط هيخلص في كل لعبه زي الجيل اللي طالع في السلاح تحديدا التايكوندو، الاعمار اللي موجوده فيه دول هيتحطوا في حاجه اسمها انكيوبيترز. احنا عاملين نظام رعايه مخصوص بشكل فردي بداناه السنه دي، مخطط جدا 55 لاعب وانا شرحته كتير، بالاضافه الى دعم الاتحادات، بالاضافه الى طبعا مرحله او رحله التاهيل اللي طبعا دي رحله كبيره جدا، عدد المعسكرات اللي موجوده، ده كله باكج كده معين. طب هل الدوره هل هتغير بقى انه والله انا كنت بصرف هنا 100 جنيه انا هصرف هنا 1000 جنيه، يعني هيتغير بقى عند الجيل الجديد مثلا الخاص بالسلاح، هتقول لا الجيل ده انا محتاج ادعمه اكتر، فهتغير توجيه الموارد الماليه بتاعتك؟ معمول حساب ده من الاول، مش هيتعمل حساب ده. أيوة. وفي لجنه علميه كبيره في الوزاره في الحقيقه برئاسه الدكتور كمال درويش ومعاه متخصصين كتير، وكمان في لجنه تتبع وتقييم للدوره دي عملتها موجود فيها الدكتور علي الدين هلال، الدكتور امين عماره، الكابتن عبد العزيز الشافعي، بالاضافه الى المجموعات التنفيذيه، بنعمل تحليل بدقه لكل مفرده وتخطيط. البطل الاولمبي بيتكلف كام؟ توقعي انا الشخصية، بص البطل الاولمبي بيتكلف مينيمم، انا بتكلم على رحلته من البدء
ايوه مش اربع سنين لا صناعه البطل الاولمبي لاعب كده بيتكلف في حدود متوسطه عالميه تقريبا متوسط 4 مليون دولار من بدءه مش اربع سنين مفهوم بيبدا فيها عشان لا يحرف الرقم يعني مفهوم. اللاعب بيبدا 10 سنين 11 أيوة. سنه 12 سنه بياخد رحلة الإعداد عشان كده احنا عاملين مشروع قومي للموهبة والناشئين ده المتوسط العالمي انتقاء من 6 سنين متوسط العالمي بادين فيه من 6 سنين و 8 سنين وعندنا 11 لعبة فردية وعندنا ألعاب جماعية فيها كرة اليد والسلة بادئينها وكرة القدم مع الطاقة فبادئين مشروعات قومية كبيرة جدا مخططة بشكل جيد جدا طب ده حضرتك بتكلم على المتوسط الدورة دي تاني جزء حضرتك بتكلم على المتوسط العالمي اللي هو 4 مليون دولار من ساعة ما يبقى شاب صغير بيبدأ وبيلعب وانت بتبدأ تشوف مستواه وتطوره عشان يجيب ميدالية يتكلف 4 مليون دولار معلش يعني مش ده مبلغ كبير قوي بالنسبة لنا احنا بالنسبة لإمكانياتنا بص عملنا مبلغ لا بص بالنسبة للاعب من أول بيشتغل في جيله وبيتصرف عليه من النادي بتاعه وبيتصرف عليه من الاتحاد بتاعه الموضوع ما بيكونش دولة بتصرف يعني خليني احدد الرقم الموضوع ما بيكونش دوله بتصرف لكن اللاعب ده بيبدا في النادي بتاعه النادي بيصرف عليه انضمش مشروع قومي لسه بيطلع بعد كده لو جاب بطوله جمهوريه بيبدا يتاخد في الاتحادات في مراحل سنيه مختلفه قد يكون من تحت 12 سنه و14 و16 و18 و20 بيبدا بعد كده رحله للاعداد المنتخب الكبير انا بتكلم على يعني منظوم يعني المنظومه كلها يعني إنما بنتكلم عن التكلفه مش مين اللي بيقوم بيها اللاعب لا التكلفه أي. مش مين اللي بيقوم بيها ومش الدوله اللي بتقوم بيها لا ده حاجات كتيره جدا عشان كده احنا في الثلاث سنين دول القطاع الخاص يمكن دخل معانا وقطاع البنوك دخل معانا ويعني عرفنا بالظبط منين بره الميزانيات الحكوميه ان احنا نحقق الخطط اللي موجوده او عاملاها الاتحادات الرياضيه نحققها ثلاثه بشكل كبير جدا وعنينا على باكج كده ثلاث سنين وثلاث سنين بقت 21 يعني تقريبا ست سنين مع ابطال هم موجودين مصنوعين من البدايه فالموضوع يعني منظم اكثر من نتمنى ذلك طبعا شويه طب. او اكثر من احنا او اكثر من ان هو مره واحده كده بنجيب فلوس نحطها الموضوع مش كده خالص اكيد منظم بشكل كبير جدا انا عايز بس قبل ما فضل. يعني ادام فتحت الموضوع او بنتكلم في الموضوع نتكلم على رؤيه عامه يعني بص الرياضه المجال الوحيد اللي فيه تنافس ما بين الدول يعني ما فيش اي مجال تاني غير الرياضه ان دوله بتلعب دوله لاعب يمثل دوله بيلعب دوله ثانيه مع منظومه بيسموها السبورت كوميونتي منظومه كبيره جدا ما التنافس يعني ده والامكانيات بتبقى اللي متوفره بتبقى امكانيات رهيبه جدا امكانيات طبعا كل دوله وليها حاجتها مفهوم. وليها موضوعها لكن احنا زي ما انت شايف دلوقتي عندنا تنس الطاوله فيها تنافس عمره ما حصل ايوه صحيح ان لاعب في تنس الطاوله او ندخل في الادوار ديت على المستوى العربي والافريقي مش المصري طب يعني طب ده النهارده حضرتك بتتكلم عن البطل المصري عمر عصر انا بتكلم طبعا وكمان لا وزمايله كلهم اللي خدوا الفتره اللي فاتت ايوه بص احنا نظمنا في مصر اكبر بطولات عالم للسلاح مثلا من اول 2018 كانوا ضيوفنا هنا من اسبوعين ثلاثه 2020 و2019 طب ناس ابطال حققوا ميداليات فعلا يعني مثلا هدايه وصلت هدايه وصف وصلوا فعلا امبارح انا قلت على طب بص خليني اتكلم شويه عشان انا زي ما قلت لك الطياره الرؤيه انت عايز رؤيه يعني عموما يعني يطول الشرح فيها لكن هو في دلوقتي اجيال طالعه جديده حققنا لها منافسات عالميه كبيره اعمار من 18 سنه و20 سنه بداوا يلعبوا في المراحل الكبيره بداوا ياخدوا يعني يدخلوا ادوار ال 16 وادوار الثمانيه ده حاجه مهمه جدا وحاجه للتخطيط والاستمراريه علشان كده عاملين استدامه 2030 حتى في الرياضه بتخطيط يعني هايل كل لعبه فيها الاسم بتاعها هدايه مشينا وراها يعني بشكل علمي حتى لما وزنها زاد لوزن اعلى احنا برضو يعني حققنا كل حاجه الدوله او
الإدارة يمكن تغيير المدربين، كان ليها مدرب أسباني انتقل لحتة تانية أو لمكان تاني، جه مدرب تاني مفهوم، جبنا أفضل الناس اللي موجودة زي ما عملنا في الهاندبول، جبنا أفضل المدربين اللي موجودين، بنينا أجيال مع الاتحادات، ده بالتنسيق مع الاتحادات. عندنا كان مواليد 98 ومواليد 2000 مع العدد اللي موجود دلوقتي الحمد لله. فالإمكانات إحنا وفرناها بشكل منصف جدا علشان يعني نبص لأكثر من المستقبل. إحنا في وسط ده، طب توقع أنا يعني توقعنا كان للدورة دي 3 لـ5 ميداليات الحقيقة، يعني توقعنا كان من 3 لـ5 ميداليات. ده أنا قلته في المؤتمر الصحفي، قلنا هننافس في إيه وإيه وإيه. أيوه صحيح. كدراسة تحليلية للوزارة بعيد عن الاتحادات، وكمان حتى يعني يمكن في البداية أول ما بدأنا في أول يناير 2019 شكلنا من لجنة التخطيط من اللجنة الأولمبية والاتحادات، ولجنة اللجنة العلمية في الوزارة والفنية بدأت تناقش الاتحاد وتحط التوقعات، وبدأنا نحط الإمكانيات اللي حضرتك موجودة فيها. السنة دي من 3 إلى 5 ده كان توقعنا أو توقعي يعني وزير وزارة. أبعدنا الألعاب الجماعية، ما حطناش في التوقع، ما حطناش حتى تفوق الهاندبول وتفوق كرة القدم، ما حطناش في حساباتنا. احنا معانا صور حركة طيارة، حركة طيارة دلوقتي، فأكيد مش هتبقى شايفنا، يعني احنا معانا صورك وأنت بتشجع في التايكوندو. طبعا، لأن دي حاجة كبيرة جدا، وكان في ثواني وفي نقاط صغيرة تاخد المدينة ما تاخدهاش، فكان لازم اللاعب في الالعاب الفرديه يعني دي اعداد نفسي معين. فطبعا ده انفعالاتك كمصري، انت يعني قلت من شويه المجال الرياضي المجال الوحيد اللي بيكون فيه تنافس من دوله لدوله وبيعبر عنه لاعب. صحيح. بامكانيات باجهزه بحاجات يعني وفرناها، فكان انت لو حاولت انا وانت بنخرج عن اي حاجه الوطن، فاكيد كنا نعمل ده. عموما يعني احنا الحمد لله ننتظر إن شاء الله المنافسات اللي جاية هتكون موجودة. المصارعة عندنا كيشو، وعندنا ثمر، وعندنا يعني كمان إحنا معانا دلوقتي ميداليتين يعني. ولسه بقى يا رب نوصل للحد اللي متوقعينه في الوزارة اللي هم 5 إن شاء الله بإذن الله. وفي زي ما قلت لك متتبع بشكل كبير جدا للدورة دي إن شاء الله، والاستعداد لفرنسا 2024 بشكل كبير بسيستم يمشي من غير فرض، يعني ده اللي إحنا عاملينه دلوقتي إن شاء الله.